صحي؟ ماما، هل أنت بخير؟ حلم غريب جدا. رأيت أنني في الحديقة وأبوك حصل على وظيفة لتوصيل البيتزا. ها، ليس حلما، هذا ما قلته لك قبل أن يغمى عليك. لأول مرة ينتابني هذا الشعور، هذا الشعور الغريب. ماذا تقصدين؟ أشعر أنني فزور، أقصد فشور، أقصد أنا فاتورة بك ريتشارد. تقولين فخورة؟ نعم، أظن ذلك. أنا لم أتعود أن أقول هذه الكلمة، لا أظنها تتناسب مع أبيك. أريد أن أستلقي، هناك خطأ ما. الحق به قبل أن تقع مصيبة. بصراحة بابا، لم أعتقد أنك ستعمل يوماً. ولا أنا، وجدت رقم شركة توصيل البيتزا دون أن أعرف أنه كان طلب توظيف، وذلك على الرغم من أنهم طلبوا مؤهلاتي. ولكن انظر إلي الآن، أصبحت مهندس توزيع بيتزا محترماً، وأمك فاتورة جداً بي، والأهم سآكل البيتزا مجاناً. سيعطونك البيتزا؟ طبعاً لا، لن يعطوني، ولكن الخطوة الأولى نقطع القسم المركزي من البيتزا، الخطوة الثانية نأكل قطعة البيتزا، الخطوة الثالثة نقطع القسم المركزي من البيتزا، نخفي الجريمة، الخطوة الرابعة نضع البيتزا في العلبة، الخطوة الخامسة صحتين ويا سلام على الذكاء، الخطوة السادسة من جديد. هذه البيتزا لن تصل إلى البيوت وحدها. انظر إليه، سيفقد عمله بسرعة إلا إذا ساعدناه. أبوك لديه وظيفة، أبوك لديه وظيفة، لابد أن مصيبة ستحدث. لا بالعكس تماما، فسنشتري أخيرا كل ما نحتاج. ماذا تعني لدينا كل ما نحتاج؟ ماما، نحن نرتدي الثياب نفسها منذ سنة، وأنتم ليس لديكم أحذية. لحظة، مستحيل. انظر الصدى في الأرض فوق عيني أبيك، لدي شعور لا أفهمه. ماما أرجوك، مجرد توصيل البيتزا، ماذا يمكن أن يحدث؟ شارع إلم 438، وجدته. مارغريتا، تعالي وشاهدي زائرنا الجديد. يا سلام. شكرا جزيلا، تفضل. بوم 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 بوم. انظر إلى وظيفتي، أنا مسؤول عن عائلتي. ريتشارد واترسون في الخدمة، ينجز أي مهمة. لدي بيتزا في الصندوق، جربوها ولن تندموا. مشكلة، أضعنا بيتزا الخضار، ماذا سنفعل الآن؟ نبتكر. أتظن أننا سننجح؟ لأنها تبدو كبقعة من الطين والأعشاب. إنها تحتاج الموتزاريلا. تمام. وأخيراً تعبت من حمية الهواء، حيث لا يجب إلا أكل شعاع الشمس، لكن اليوم غائم وسأموت من الجوع. إنه غذاء عضوي. دامبل، إنه لا يتنفس. عشرين لو سمحت. أنايسة، رأيت ذلك؟ رأيت ماذا؟ الحنفية، اختراع عصري لم يكن على أيامك. زمان أيام الأبيض والأسود، عندما كان الكل يحب المدرسة، لم يكن هناك السيارات والكل يقود الدراجات. لا ألومك على عقلك أنايس، لكنني أشعر أن هناك مصيبة، مصيبة كبيرة، ولن يسببها أحد إلا والدك. القهوة تجعلك عصبية ماما. أنا